عندنا حاجات كتير قوي بنصدقها وبنصدق في وجودها رغم ان احنا مش شايفينها. يعني انا بتكلم مع حضرتك وانت سامعني تقدر تشوف صوتي؟ مستحيل تشوف صوتي. نعم. عندنا الهواء اللي حوالينا اللي بنستنشقه كلنا بنثق وبنصدق ان في هواء موجود لكنه غير مرئي. الله موجود. اللي ليه علاقة مع الله قادر رغم ان العقل مش قادر يقبل حاجة مش شايفها وبؤمن ان الله موجود وبؤمن انه شخص وبؤمن بحضوره، لكن الإيمان يخلي العقل يصدق ويدرك حقيقة وجود الله. مشان هيك الكاتب للعبرانيين عرف عن الإيمان. نعم. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان. نعم. بأمور لا ترى. بعدين بأي ست بنفس الإصحاح بقول لأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. اللي رح يجي للرب، يعني العاوز يجي للرب، ينبغي مكتوب أنه يؤمن بأنه موجود. نعم. exist موجود، وأنه يكافئ يجازي الذين يطلبونه. هذا تعريف الإيمان. كان يبقى بناء على ده نقدر نقول أنه هو آمن. هو مصدق. هو بيحيا في حماية بناء على اتفاق وعهد بين الإنسان وبين الله الغير مرئي، فهو يحيا في دائرة الأمان الإلهي والحماية الإلهية لأنه آمن بالله.